إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الناظر في كتاب ربنا سبحانه الذي جعله ضياء ونورا وشفاء وفرقانا وبيانا وإرشادا، أنه يهدي القلوب ويأخذ بالأنفس ويشرح الصدور ويبين الطريق. وتعددت الأساليب التي انتهجها القرآن في إيصال المضامين الشريفة إلى قلب كل موحد. ومن هذه الوسائل التي انتهجها القرآن في إيضاح وبيان وإيصال هذه المضامين بيان ذلك جميعا بالقصة. وليست القصة في القرآن كقصة في الرواية ونظائرها من أساليب الأدب المعروفة، ولكنها أرقى في معناها، وأرقى في أسلوبها، وأرقى في مضمونها، وأرقى في بيانها، ولما لا، والذي أبانها وقام على إخراجها وتكلم بها هو ربنا عز وجل. فالله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، فالقرآن منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا سبحانه كيف شاء، إذا شاء، متى شاء. وسورة الكهف يقرأها المسلمون يوم الجمعة في أغلبهم، أو كثير منهم يقرأ هذه السورة في يوم الجمعة. وقصة الرجلين اللذان امتحن الله تعالى بهما المؤمنين والكافرين نمر عليها في كل يوم جمعة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. ولكننا، وهذه عادتنا، أننا نمر على الأشياء دون أن نتأملها،
كحال ذلك الرجل الذي يمر على حادثة فينظر فيجد الناس فيجد الناس في دمائهم ما بين قتيل وجريح، يقف برهة بسيارته يلقي عليهم نظرة ثم يمضي ولا يلتفت، وتمضي حياته يتكلم ويضحك ويشرب وينقلب إلى أهله وبيته وذويه وكأنه لم ير شيئا. مع هذه الفجيعة التي رآها بعينه لا تمثل له في بؤرة شعوره هزة ولا تضيف له إضافة. هذه حياتنا في كل الأمور، لا نقف ولا نحلل ولا نتدبر. فإذا كان ذلك حالك في أمر جسيم تراه بعينك فما بالك بالقرآن؟ كثير منا يقرأ القرآن وحظه من القراءة ألا يتجاوز القرآن حنجرته، فلا يتدبر المعاني التي اكتنفت في النصوص، ولا هذه الإشارات والدلالات التي امتلئت في هذه الألفاظ، وإنما يمر على الآيات مرور الكرام إن كان كريما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الكرام. وهذا خلاف ما كان عليه السلف الأول أنهم كانوا يتدبرون القرآن وكانوا ينظرون في معانيه ودقائقه، ليس نظر المتكلفين ولكن نظر الفاهمين العاملين، وفارق بين الاثنين. المتكلف هو الذي يقف عند كل حرف من الحروف ينظر إلى رسمه وشكله وينظر لماذا أتى هنا وما الدلالات اللغوية والصرفية المتعلقة بهذا المجيء، وإذا حذف لفظ لماذا حذف، وما هي الدلالات البلاغية والأدبية والنحوية والصرفية. هذا كله لا نطلبه من المسلمين، ولكن نطلب منك أيها المسلم إذا قرأت القرآن أن تحاول أن تقف على المعاني الكلية لهذه الآيات، المعنى الكل لهذه الآيات. فإذا ما وقفت على المعنى الكل للآية اعرض نفسك على هذا المعنى، اعرض نفسك على هذا المعنى. لا أريد منك أن تفتح المعاجم اللغوية ولا أن تقرأ من 30 أو 40 تفسيرا، ولكن حاول أن تقف على المعاني المشكلة للدلالة الحقيقية لهذه الآية، ثم اعرض نفسك قلبا وعملا وتصورا وفهما وفكرة ونظرة إلى الحياة والآخرة من خلال هذه الآية. نرجع إلى قصة صاحب الجنتين. نحن لا يهمنا كثيرا هل كانت هذه القصة في رجلين من قريش، أحدهما كان مؤمنا فأنفق ماله جميعا في سبيل الله، أعتق العبيد وأطعم الفقراء ثم أتى بالكسوة والكساء فعمد إلى الضعفاء والمساكين والمحاويج فأعطاهم وأكساهم. أما الآخر فكان كافرا عنيدا ابتلاه الله تعالى بإنماء ماله، فحيثما تاجر كسب وحيثما وضع قدمه كما يقولون أخضر ما بين رجليه وقدميه. سبحان الله، كانت له جنان وكانت له أموال وكان له عبيد وأتباع،
أم كان صاحب الجنتين من بني إسرائيل؟ هذا لا يفيدنا كثيرا. ما اسم هذين الرجلين؟ هذا أيضا لا يفيدنا كثيرا. في أي زمن كانت هذه الحادثة وفي أي عصر؟ لا يفيدنا كثيرا، حسبنا ما ورد في كتاب ربنا. فالله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره أن يتبع ما أنزل إليه، وأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم نهاه أن ينصرف عن عباده المؤمنين وأن يتعلق قلبه بأهل الأهواء وأهل الأطماع والدنيا. أمره ربه عز وجل أن يتأمل هذا المثال، واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما، وتأمل الضمير الذي يعود إلى الله عز وجل، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. نون العظمة التي تدل على الله عز وجل تشعرك بأن هذا الخير جميعا من الله. قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة أنت فيها فهي من الله عز وجل: الصحة، العافية، النجاح، الزواج، التوفيق، الهداية، الغنى، الجمال، حتى الشعر، شعر رأسك هذا من الله. كل نعمة أنت أيها الرجل تتقلب فيها فهي من الله عز وجل، ولا يمكن لك أن تعد نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الرجل كانت له جنتان، وهاتان الجنتان من أعناب. وانظر إلى لفظ الجنة لتدل على تمام النعمة. الجنة المكان الذي إذا وقفت خارجه لم تنظر إلى من بداخله لكثرة الأشجار وتشابك الأغصان، فالرؤية محجوبة، ولذلك سميت الجنة جنة لأنهم محجوبون عن عينك. فالجنة عظيمة الأشجار، باسقة الغصون، متشابكة الأفرع، وهذه الجنة من أعناب ثمارها كثيرة، ثمارها كثيرة. ثم قال الله: وحففناهما بنخل. وأصل الحف الطوفان، فكأن الله تعالى أذن على حواف هذه الجنان أن يكثر فيها النخيل. تصور هذه الجنة، جنتان على حواف هاتين الجنتين النخيل الطويلة الباسقة التي تؤتي خيرها عثقا كثيرة من البلح والتمر، وفي وسط هذه النخيل هناك جنان من أعناب. يا سبحان الله! وفجرنا خلالهما نهرا، كأن الماء قد خرج من بين هاتين الجنتين. الماء في كل الدنيا يجري في الأنهار، النهر سمي نهرا بمعنى الشق، يقال نهر النهر إذا شقه، والنهر يطلق على الشق كما يطلق على الماء الذي يجري في الشق. إذا قلت
جرى النهر، إذن هذا هو الماء. وإذا قلت حفرت النهر، إذن هذا هو الشق. فعندما يقول ربنا وفجرنا خلالهما نهرا، هذا يحتمل الأمرين، أن الله تعالى شق النهر في هاتين الجنتين فلا منبع للنهر، والأمر الثاني أن الماء فوار كثير متدفق في هاتين الجنتين. الماء ينزل من الجبال العالية، فإذا نزل من الجبال العالية نزل مندفعا، ثم باستمرار السنين وكر الدهور والقرون بأمر الله عز وجل يحدث الماء شقه. أما في هاتين الجنتين فإن الماء يتفجر من داخل الجنتين فيجري قويا دافقا بين هاتين الجنتين. يا إلهي، أمر لا يكاد أن يرى في الدنيا، لا يوجد في الدنيا مثل هذا الوصف. ثم يزيد ربنا عز وجل الأمر إجلالا وبيانا وروعة، أنه جعل بين هاتيك الجنان زرعا، جعل الله تعالى بين النخيل والأعناب زروع متنوعة، يمكن أن تكون خضروات، أنواع أخرى من الفاكهة، والمقصود حصول النعمة السابغة. كان ذلك الرجل كافرا، سبحان الله، ليس هناك علاقة بين نعمة الله وبين رضا الله على العبد. لأن بعض الناس يظن أن المرأة إذا كان متقلبا في النعمة كان هذا دليلا على أن الله تعالى راض عنه، أما إذا ابتلاه الله بمرض أو فقر أو حاجة أو عدم توفيق فإنما يظن أن هذا من غضب الله عليه. أبدا أبدا، أكثر الناس غنى في الدنيا ويسارا في الدنيا أصحاب الانحراف والضلال والكفر، سبحان الله. فلا علاقة أبدا بين إعطاء الدنيا للناس وبين رضا الله تعالى عن هؤلاء القوم، ليست هناك علاقة أبدا. يذكر أن الرجل المؤمن الذي أنفق ماله في سبيل الله وفي وجوه الخير ذهب إلى صاحبه الذي آتاه الله تعالى من أصناف المال، سأله حاجة، فالذي حدث أن صاحبه الكافر لم يعطه شيئا. إنك رجل سفيه، تنفق مالك جميعا، تنفق مالك جميعا ثم بعد ذلك تأتي لتستجدي، هذا لا يجوز وهذا لا يصح. وصحيح في قانون الدنيا أن الإنسان يعمل في الدنيا للآخرة، ولا يقصد أبدا أن تكون في الدنيا فقيرا معدما، فخير المال أن يكون في يد الرجل الصالح، هذه نعمة كبيرة، أن يكون المال الصالح في يد الرجل الصالح ليجعله في العمل الصالح. ولكن لا ينبغي أن تكون عبدا لهذا المال، فالمال اليوم في يدك وغدا في يد غيرك، إذا لم تتمتع بمالك تمتع به غيرك، والمال في جيبك أنت حاكم عليه، فإذا ما استمر في جيبك كان حاكما عليك. لابد من النفقة، لابد من الصدقة، والصدقة صدقتان، واجبة ومسنونة. فالصدقة الواجبة أي الفريضة الزكاة، وفي أموالهم حق معلوم، معلوم. إنما الصدقات أي الواجبة
للفقراء والمساكين الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة التوبة. أما الصدقة المسنونة أن تعطي هذا وذاك، أن تعطي أقاربك وجيرانك، أن تكون مع إخوانك في المناسبات، هذه صدقة ترجو برها وبركتها عند الله تعالى يوم القيامة. ثم إن هناك أنواعا أخرى من النفقة أعلى من هذين النوعين، مثل الإيثار أن تعطي الشيء وأنت في حاجة إليه، تؤثر غيرك به على نفسك، وهذا لم نجده في الخافقين في العالمين إلا عند المهاجرين والأنصار، عندما هاجر الأنصار إلى المدينة فكان من حالهم ما قص ربنا عز وجل في سورة الحشر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والأصل أنك تعطي الناس من غير سؤال، الأصل في المسلم أنه يتحسس الناس، فإذا ما شعر بحاجة أحد أعطاه من غير سؤال، وهذا هو الكرم، وهذا هو الجود، وهذه العلاقات الإنسانية الإسلامية الراقية. ما نقولش أنت ما قلتليش، سبحان الله، لأن المسلم لا يسأل الناس إلحافا، بل يكون في شدة الحاجة ولا يسأل أحد شيئا، ولا يسأل أحدا شيئا، فانتبه لهذا الأمر. ولذلك في حديث أبي ذر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الرقاب قال: أزكاها عند مليكها وأغلاها ثمنا. إذا أردت أن أعتق رقبة فما هي الرقبة التي أعتقها؟ قال: أنفسها عند أهلها، ولذلك فإن الثمن يرتفع. إذا لم أجد قال: أن تعين صانعا، أن تعين صانعا، أو أن تصنع لأخرق. الصانع رجل يتكسب، موظف يعمل عند ورشة محل، وهذا الرجل في الظاهر يتكسب ولكنه في حاجة إلى المساعدة، هذا الرجل لابد أن تصل إليه وأن تجتهد في الوصول إليه، لأن أحدا لا يلتفت إليه. فهذا الكافر ظنين بنعمة الله تعالى على خلقه، ظنين بنعمة الله تعالى على خلقه، فعندما أتاه صاحبه تكبر عليه وقال له ما حكاه ربنا عز وجل: وكان له ثمر. هل يقصد بالثمر هنا الثمر الذي يكون في أشجار الفاكهة؟ والتنكير هنا دلالة على التنوع والكثرة، وكان له ثمر دلالة على التنوع والكثرة، ثمر كثير وأنواع عديدة. أم إن المقصود بالثمر هنا المال المثمر، أي المال النامي؟ وكان له ثمر، أي مال ينمو يزيد بكثرة. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المال مالان، مال صامت ومال ناطق. فالمال الناطق كسائر أنواع النعم، البقر والشاء إلى غير ذلك، والمال الصامت كالدينار والدرهم والجنيه في عصرنا. وكان له ثمر، أي أموال كثيرة متنوعة، قص ربنا عز وجل علينا شيئا منها. فقال لصاحبه وهو يحاوره، إذا لم يعطه وإنما خالفه الجواب، حدثت بينهما مناقشة: أين مالك؟ وماذا صنعت بمالك؟ تصدقت به وأنفقت منه
وزوجت الفقيرات وكسوت العرايا وبنيت الشقق للمساكين ووجدت فرص للعمل للشباب الباطلين واقتطعت جزءا للأبحاث وغير ذلك وفعلت وفعلت. أما الآخر قال: أما أنا فلي جنان ولي أموال ولي كذا ولي كذا. أخذ يتحاوران. قال له وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انتبه، الفقير لا تجد حوله من ينفر عنه، وإنما تجد صاحب السلطان والمال هو الذي يحيطه من ينفرون عنه. مش هتجد أبدا في الجامعة رجل عامل يقص أوراق الشجر وحوله طائفة من الأتباع والأصحاب، فإذا ما احتاج إلى مساعدة هبوا لمساعدته. تجد هذا عند من؟ عند الرؤساء وأصحاب الوجه والسلطان، وأكثر منهم أصحاب المال. فصاحب المال أقوى نفوذا من صاحب السلطان. اليهود يحكمون العالم جميعا ويسوسون رؤساء العالم بالكرباج بأموالهم، هم الذين يتحكمون في الأسواق العالمية. كل المصارف الأممية تقع في قبضة اليهود أصحاب أموال. عائلة روتشيلد وروكفلر هاتان العائلتان تمتلكان الاقتصاد العالمي. المال نفوذه أقوى من السلطان. هذا الرجل كانت له جنان وأموال وثمار، رجل من الأثرياء الكبار، وبالتالي له أصحاب وأتباع. إذا ما احتاج إلى شيء هبوا لنجدته، ولذلك قال: أعز نفرا. فالنفر هم الذين ينفرون عنك عند الحاجة، من الأقارب والأحباء والأتباع والخدام إلى غير ذلك. أما أنت فلا شيء عندك، لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا أنفار. أنا أعز منك، أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم انظر إلى هذا الموقف العجيب، عندما دخل جنته ودخل جنته هذا الرجل ومعه صاحبه، كأنه يفتخر بنعمة الله على هذا الرجل. هذا يحدث كثيرا، أصحاب الأموال يدخلون الشركات والمصانع أو يدخلون مكان العمل ويشعرون بالتيه والفخر. سبحان الملك، مدير الأمن يدخل المديرية، أو الوزير الوزارة، أو رئيس الجامعة الجامعة، أو مدير الشركة الشركة، يدخل منتشي يشعر بالفخر، رأسه هذه مرتفعة. سبحان الله، وهذا خلاف الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا منتصرا خفض رأسه متواضعا، حتى إن جبهته لتمس راحلة عنقه من شدة التواضع. كلما رفعك الله كلما ازددت تواضعا. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يقول: حق لكل من شهره الله من أهل العلم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. تتواضع لله، من تواضع لله رفع. ننظر إلى صاحب هاتين الجنتين عندما دخل جنتي، ما الذي حدث وماذا قال؟ قال ربنا عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. هما جنتان، ولكن ذكر الله تعالى قوله ودخل جنته. لماذا؟ لأن هاتين الجنتين من اتصالهما وتشابك أغصانهما تبدوان أمام الرائي أنهما جنة واحدة، وهذا يدل أيضا على الفخامة والعظمة. هما جنتان ولكن متصلتان متلاحمتان، والأنهار تجري خلالهما، فتبدوان للناظر كأنهما
جنة واحدة. قال الله وهو ظالم لنفسه، جملة حالية. والإنسان لا يظلم نفسه إلا إذا وقع في الشرك أو المعصية، والمقصود بالظلم هنا هو الشرك والعياذ بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن المقصود بالظلم هنا الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ودخل جنته وهو مشرك بالله، وهو مشرك بالله، لأن المشرك بالله جزاؤه النار. فتصور أن رجلا يتقلب في نعيم الدنيا 100 سنة ثم بعد ذلك يتقلب في نار الآخرة أبد الآبدين، أليس ظالما لنفسه؟ أن آثر الفاني على الباقي، وأن آثر القليل على الكثير، وأن آثر المنقطع على الموصول. سبحان الله، ظالم لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. سبحان الله، لا أظن هذه الجنان كيف تبيد. الأشجار عالية وسميكة، جذورها تضرب في باطن الأرض، الأرض طيبة لا تحتاج إلى سماد مخشوش، والبذور قوية ليست بذور سرطانية فاسدة. أما الماء فإنه ماء نقي لم يمر على 7 دول، في كل دولة تلقي فيه النفايات ليصل إلينا فاسدا يفسد الزراعات، وإنما هو ماء يخرج من أرض الجنتين. سبحان الله، لا يمكن أبدا أن تبيد هاتين الجنتين، لا يمكن، لا أظن أن تبيد هاتين الجنتين. ثم صدق نفسه هذا المغرور، وما أظن الساعة قائمة. سبحان الله، عندما دخل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على أبي سلمة التابعي الجليل، قال له لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ عندما تتكلم عن الموت يقول لك لا يا رجل، يا رجل تكلم في أي موضوع آخر، لازال العمر أمامنا مديدا، عمر مديد، احنا شباب، إن شعرنا لم يبلى بالشيب بعد، تكلم في أي موضوع. لدرجة أن أحد المدرسين تم تحويله إلى عمل إداري في إحدى السنوات لأنه تكلم مع الأولاد عن الموت. كان وكيل أول الوزراء ابنه في هذا الفصل، راح لأبوه يا أبا الحقني الأستاذ بيكلمنا عن الموت وعن القبر. فكان جزاؤه أن حول إلى عمل إداري. لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ ماذا قال له هذا التابعي الجليل؟ قال إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. عمرتم دنياكم، بنيتم فيها الشقق والأبراج والقصور والفلل والمؤسسات، ابن فيها، ولكن لا تنسى الآخرة. إن أحدكم إذا مات لا نجد له قبرا يدفن فيه. أصحاب الأبراج والقصور لا يفكرون في الموت، ولم يعدوا أنفسهم يوما للموت، لم يفكروا يوما أنهم سيموتون وفي أي مكان يدفنون. إنكم عمرتم الدنيا ولكن خربتم الآخرة، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فانظر إلى هذا الرجل عندما قال وما أظن الساعة قائمة، ما فيش موت، لأن الموت هو الذي يأخذ بمجامع القلوب. ف
فيهزها هزا عنيفا لكي يوصلها إلى الله عز وجل، يوصلها إلى الله عز وجل. الموت هو الذي يكسر الرقاب، وهو الذي يطامن الرؤوس. الموت هو الذي يدفعك إلى المقامات السامية ويرقيك إلى المنازل العالية. أما أصحاب الدنيا فإنهم لا يفكرون في الموت، ولذلك قال هذا الرجل: وما أظن الساعة قائمة. ثم قال بعد ذلك: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الرجل يشك في البعث، ليس هناك موت وليس هناك دار آخرة. ولو أن هذا الكلام حدث سأجد عند الله كما أنت تزعم خيرا من هذه الجنة، لأن الله لو كان مني غاضبا ولو كان الله تعالى علي ساخطا ما أعطاني هذه الجنة. سبحان الله. فاستدل على نعمة الله برضا الله، وهذا خطأ. قلت في صدر كلامي: لا علاقة بين النعمة والرضا. فإن الله تعالى ابتلى أيوب بالمرض والفقر وقلبه في هذا الابتلاء سنين عديدة، وكان من عبادنا الصالحين، كان من عباد الله الصالحين، ما الضير في ذلك الأمر. إن الله ابتلى زكريا ويحيى بالفقر وكان عبدين نبيين، ولكنهما ابتلي بالفقر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع ويشبع، وكان يصيبه الغنى ويصيبه أيضا الفقر. فلا علاقة بين الغنى والرضا، ولا بين الفقر والسخط، لا علاقة بين هذين، لا بد من فك هذه التلازمات. قوله: لأجدن خيرا منها منقلبا، أي إذا عدت إلى الله الذي أنت تحدثني عن، الذي أعطاني في الدنيا هذا العطاء سيعطيني في الآخرة أفضل منه. ما الذي رد عليه صاحبه وماذا كان بينهما؟ هذا ما سنعلمه في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحيانا يصيب الإنسان الغفلة عن أصله ومنشأه. لو كل إنسان فكر في أصله ونشأته لكان من أكثر الناس تواضعا وخضوعا لله عز وجل. أبوك الأول خلقه الله من تراب، وأبوك الثاني خلقه الله تعالى من نطفة من ماء مهين. سبحان الله. أبوك الأول آدم خلقه الله من تراب الأرض، هذا التراب الذي أنت تمشي عليه أبوك الأول خلقه الله تعالى منه. سبحان الملك. أما أنت أيها الإنسان الذي تسير على رجلين قائما منتصبا، سواك ربك في أعضائك وشكلك، وقسمك في أحسن تقسيم، وصورك في أحسن صورة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك فسواك فعدلك. ثم هذا الاعتدال في الخلق جعله ربنا عز وجل صورة كريمة متناسقة، فقال: في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الملك. كما قول كثيرا في بعض المواطن، تجد إن كل شيء في بدن الإنسان بالفعل مقدر تقدير عجيب ودقيق. العين بصورة معينة وفي مكان معين، لا يمكن أبدا أن ترتفع العينان قليلا لتكون في الجبهة،
لا يمكن. ولا أن تسفل العينان قليلا لتكون في الوجنتين، لا يمكن. ولكن هذا مكان دقيق، ليس هناك أفضل منه الإنسان، سبحان الله. ولم يجعل لك عينا واحدة في منتصف جبهتك، ولكنهما عينان. ثم انظر إلى اليدين والرجلين والأذنين والأنف والشفتين والأسنان، ثم انظر إلى رأسك وتركيبها وكيفية دورانها، ثم انظر في كيفية اتصال الرأس بالجسد عن طريق العنق، وانظر ما في هذا العنق من أوردة وأوعية وشرايين وأربطة، سبحان الملك. وانظر كل عظمتين بينهما مفصل، هذا المفصل يتحرك بحركات كثيرة جدا. انظر إلى بدن الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي كل شيء في الكون تجد نعمة الله تعالى وخلق الله تعالى التام الكامل، ولكن الإنسان تصيبه الغفلة. مما خلقت؟ خلقت من ماء مهين، هذا الماء يلقى به في المزابل، أو يلقى به في الحشوش، أو يلقى به في سلات القمامة، أنت مخلوق من هذا الماء. لكن العجيب، من الماء يخلق منه بشر سوي بأجهزة وعظام وجلد وعضلات ولحم من ماء. نعم، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلق الذين من دونه. فأنت عندما تنظر إلى الطائرة تقول سبحان من صنعها، تقعد تتأمل كده في الأجنحة المفرودة، وكيف تطير الطائرة، وكيف تجري الطائرة، وكيف تصعد الطائرة، وكيف تحلق، وعندما تنزل وأنت في كبد السماء تتأمل خلق الله عز وجل. الذين يركبون الطائرة يكفرون بالله ويعصون الله، وربما يضحكون ويتمايلون هنا وهناك، والذي يحملهم في كبد السماء هو الذي يكفرون به. ما أصبره سبحانه وما أكرمه سبحانه. كل هذه المعاني يغفل عنها الإنسان؟ نعم، ولقد غفل عنها أيضا صاحب هاتين الجنتين، ولذلك ذكره صاحب بها، فقال ربنا عز وجل: وقال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ لم يقل خلقك من تراب ونطفة، ولكن أتى بثم لدلالة على المغلة والزمن. خلقك من تراب إشارة إلى الأب الأول، ثم من نطفة إشارة إلى الأب الثاني، ثم سواك رجلا، سواك رجلا، رجلا سويا غير مجدع الأطراف، غير ناقص الأعضاء، ولكنك بشر سوي كامل تام الأعضاء، سبحان الله. فإذا كنت كافرا بالله، مشركا بالله، ملتفتا إلى جنانك، لست ملتفتا إلى الله، لكني أنا موحد بالله، مؤمن بالله، معترف بقدرة الله وقوته وحكمته وعظمته، هو ربي وإلهي ومولاي وسيدي، لكن هو الله ربي، لكن بمعنى لكن، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم علم فقال: ولولا هلا إذ دخلت جنتك، إذ فيها معنى الزمن والظرف، عندما تدخل جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله، هذا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه الجنة ما شاء الله، هذه الجنة ما شاء الله، فما هنا بمعنى الذي،
أي هذه الجنة الذي شاء الله أن تكون. فلولا مشيئة الله ما كانت هذه الجنة، فالله هو الذي بسقها ومدغها وفجر أنهارها، فهذا كله بمشيئة الله عز وجل. قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، ما أنت فيه من قوة ونعمة إنما هي من الله ليست منك، من الله ليست منك. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ثبت في الصحيح كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا قوة ولا طولة ولا نعمة ولا توفيق إلا من الله بإذن الله. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تقول كنز من كنوز الجنة. ولذلك في بعض السنن عندما يخرج الرجل من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له هديت وكفيت ووقيت، لأنه معتمد على الله، متوكل على الله، واثق في الله. فما به من نعمة في هذا اليوم وما أصابه من خير في هذا اليوم فمن الله وحده، لا يمسه الشيطان سبحان الملك. ولولا إذ دخلت جنتك، وهذا أدب رفيع، تدخل المكتب بتاعك، تدخل الشقة بتاعتك، تدخل الجنينة بتاعتك، تدخل أي مكان لك فيه مكانة أو أسسته، قل ما شاء الله، أي هذا المكان هو مشيئة الله عز وجل، كان بإذن الله. حتى لو اشتريت مثلا تكييف جديد وعندما تنظر إليه قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سيارة، إن شاء الله لو اشتريت عجلة جديدة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثوب جديد وجدت ناعم وجميل وظريف قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن الله تعالى هو الذي هداك إليه وأعانك عليه. لابد أن تكون موصولا بالله في كل أحوالك وفي جميع حياتك حتى تكون محققا العبودية التامة لله، هذا مطلوب. لكن أن تنظر إلى الدنيا وتنقاطع بها عن الآخرة، لا. في البخاري عن علي رضي الله عنه قال كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. ليس هناك تنافي أبدا أن تكون مرؤسا قويا غنيا في الدنيا وأن يكون قلبك معلقا بالله، ما الضير في ذلك الأمر، ما الضير. كان طالح بن عبيد الله والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطائفة كثيرة من الصحابة كانوا من سرات المسلمين، وكان أحدهم يجهز الجيش بأكمله كعثمان رضي الله تعالى عنه. ما الضير، ما الضير أن تكون غنيا موسرا وأن تسلط على هذا المال في الخير، في الخير، ألا ترد سائلا وألا تنهر محتاجا، وأن تكون في خدمة المسلمين لأن تكون متكبرا عليهم متعاليا والعياذ بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، تنظر هذه النسبة، أنا ضعيف وقليل المال والولد، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا من السماء، الحسبان العذاب، يرسل عليها عذابا من السماء، قيل هي الصاعقة، فتصبح صعيدا زلقا، الصعيد الأرض التي لا زرع فيها، أرض خالية فضاء. ثم قال زلقا،
أي تنزلق عليها الأقدام موحلة لا خير فيها بعد أن كانت جنانا خضراء فيحاء تغرد فيها الطيور وتتفجر من جنباتها الأنهار، تكون صعيدا زلقا في ثانية واحدة في غمضة عين. سبحان الله، فالذي أنشأها هو الذي يهلكها وهو الله، الذي أنشأها هو الذي يهلكها وهو الله. قارون كان ما كان من الملك والمال حتى إن مفاتيح كنوزه لا تستطيع العصابة القوية من الرجال أن تحملها، المفاتيح من كثرتها وثقلها لا تستطيع العصبة أن تحملها. عندما خرج في زينته، أهل الدنيا تمنوا هذه الزينة، ولكنه كان أشرا بطرا وقال: هذا المال إنما كان من نصيبي ومن تعبي وعرقي وجدي، ما الذي حدث؟ قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، سبحان الله. فالله تبارك وتعالى يعطي ويعطي عطاء الكريم، وعندما يعطي الله عز وجل العبد يعطيه في السنين، أما البلاء فيكون بلاء ساحقا ماحقا في لحظة. هذه الجنان لم تكن في يوم ولحظة، وإنما كانت بالتعب والجد والبذل والإرهاق. بلاغ الرجل وأنشاها بأمر الله في سنين طويلة، أما هلاكها فكان في لحظة واحدة. تستفيد من ذلك أنك لابد أن تخاف من الله، وكلما ازداد خيرك وعلى مقامك وعظم نفوذك، كلما علمت حق الله تعالى فيك وفي مالك ومنصبك، لأنك إذا لم تؤدي حق الله عذبك الله، وعذابه شديد وسريع وأليم، نسأل الله تعالى العافية. وهذا ما حدث، فانظر في نهاية القصة: أو يصبح ماؤها غورا، هذا الماء الذي يتفجر يصير غائرا أي في باطن الأرض، بدل ما الماء تطلع فوق تنزل في باطن الأرض، فلن تستطيع له طلبا. لا تقول لي بقى عيون ولا مكن ولا أي شيء، لن تستطيع له طلبا. الذي حدث أن الرجل الكافر لم يتعظ بهذه الموعظة ولم يستفد بهذا التوجيه، واستمر على عناده وطغيانه، فما هي إلا لحظات، وأتى العذاب الماحق والعياذ بالله. قال ربنا: وأحيط بثمره. كلمة وأحيط بثمره أي أحاط العذاب ثمره فأهلكه جميعا في لحظة، في لحظة، سبحان الملك، في لحظة. الثمار والزروع والنخيل والأعناب والأنهار، هذا كله ضاع في لحظة، في غمضة عين، سبحان الله. ولهذا تعجب الرجل وأخذ يضرب بيده على يده، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن متى؟ لقد وقع العذاب، لقد وقع العذاب وتمت معاينته، والتوبة لا تنفع آنذاك لأن العذاب قد وقع. أخذ يقلب كفيه، يضرب يدا بيد، وهذا حال النادم، حال النادم. لقد ضيع 50 أو 60 أو 70 سنة على هذه الجنان، وأنفق عليها عمرا مديدا ومالا كثيرا، ولكنها ضاعت، وضاعت في لحظة، في لحظة. ولذلك كان ندما
ثم قال ربنا على ما أنفق فيها، فيها وحالها وهي خاوية على عروشها. تصور هذا المنظر، الأشجار العالية السميكة، ثمار الأزهار، الجمال، الروعة، الأنهار، هذا كله ضاع. عمري والمال الذي جنيته أنفقته فيها، هذا العمر وهذا المال كله ضاع، وضاع في لحظة واحدة. هذا كله لماذا؟ لأنه لم يقم بحق الله تعالى من توحيده والنفقة منه على الفقراء والمساكين. ولذلك قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله عز وجل: ولم تكن له فئة. فين الناس؟ أين الأتباع؟ وأين الأصحاب؟ وأين الأبناء؟ وأين الأصحاب والخدام؟ أين 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 هم جميعا؟ قال ربنا عز وجل: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لم ينصر أحد ولم ينفع أحد. الذين يجرون حوله ويسعون في خدمته ويزينون له كل شيء ويعينونه على كل شيء، كلهم لم يستطيعوا أن يساعدوه في شيء أو أن ينصروه على شيء. ثم ذيل ربنا القصة وبها الختام: هنالك، أي يوم القيامة، هنالك أي يوم القيامة، الولاية لله الحق. الولاية النصرة والمحبة يعطيها الله عز وجل لعباده المؤمنين، فيتضمن ذلك النعيم والمقيم والجنان الجميلة. هذه الجنان في الآخرة ليس كجنان هذا الرجل أبدا، فإن شجرة واحدة في الجنة يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام لا يتجاوزها. واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. الشجرة في الجنة يا أيها الإخوة، الشجرة في الجنة لو ركبت خيل عربي أصيل تجري تحت ظل الجنة 100 سنة ما تجيبش آخر ظل الشجرة. سبحان الله. الخيمة في الجنة مصنوعة من لؤلؤة تسير فيها 70 عاما ما تجيبش أطرافها. المرأة في الجنة إن نصيفها لو خرج إلى الدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب، الأشرب بتاعها بس، الأشرب بتاعها لو طلع الدنيا تضيء ما بين المشرق والمغرب. ثم يأتي الناس يلتفتون إلى النساء، ويأتي الشباب يقفون على النواصي: ما هذا الذي تفعلون؟ انظروا إلى الجنة وإلى ما عد الله تعالى فيها للصالحين المؤمنين، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنالك عند الله الولاية لله الحق. الحق هنا بدل من الله، ولذلك جرت لله الحق. حق في وعده ووعيده، حق في وعده ووعيده، لله الحق. هو خير ثوابا وخير عقبا. خير ثوابا لمن أراد ثواب الله، وخير عقبا لمن أراد العاقبة عند الله. فمن أراد العاقبة عند الله وأراد ما عند الله تعالى من الثواب سيجد الخير كله عند الله، لأن الله تعالى هو الحق. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا
وارفع درجاتنا، وبارك اللهم في أبنائنا وإخواننا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحق علينا. اللهم ارزقنا الخير كله، واصرف عنا الشر كله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، مزج السحاب. اللهم اهزم الكفار وأعوانهم، اللهم اهزم الكفار وأعوانهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في بورما وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كشمير وفي جنوب الفلبين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.